تاني جنبك يا دكتور حياه؟ دي ادينا عايزين نكلم كل الموجودين. جنبي هاني اللي جاب النهارده الميداليه اهو معاك يا يشرفنا. اتفضلي. يا وعليكم السلام يا بطل يا مشرفنا، وحاجه يعني محترمه. وعايز اقول لك بقى انقل لك الصوره، احنا حيه مش انت اللي هتنقلها لنا، احنا مبسوطين جدا وفخورين جدا جدا بيكوا. فيعني تحب تقول ايه دلوقتي للناس اللي سامعاك المصريين من كل مكان في العالم؟ اتفضل. والله اولا شكرا جزيلا ليكوا، شكرا للتغطيه والاهتمام. انا بشكر كل الشعب المصري وبشكر كل الناس اللي دعت لي، ويا رب نكون فرحناكم، يا رب عملنا حاجه تفرحكم، يا رب تفرح الشعب المصري. طبعا. والحمد لله، الحمد لله ميداليه برونز بطعم الذهب بعد اصابه وعمليه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله ترجعوا لنا بميداليات كمان ازيد وازيد، ودايما كده تكونوا رافعين اسمنا يعني في الخارج. انا هستاذنك لو دكتور عمرو يرجع لنا تاني على التليفون. ثواني حاضر. ايه عايز دكتور عمرو؟ انا عايز اكلم البعثه كلها. احنا عايزين نكلم البعثه كلها حقيقي، حاجه محترمه جدا، وننقل لحضراتكم يعني الصوره زي ما بتقال حيه لحظه بلحظه. هو هيجي لك دلوقتي، هو هيجي لك دلوقتي بس بيكلم الوزير حبيبي. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه عشان الوقت، بس انا عايزه اروح لابراهيم حماداتو، لان او حماته لان يعني رغم خروج هو ما حضرتك دلوقتي؟ لا مش معايا، هو في القريه. لا انا عايزاكي بس طب اتفضلي. لا نظبط لك معايا. طب اهو مع عمرو معاك اهو. يا دكتور عمرو الو. اهلا يا دكتور مره تانية. ازي حضرتك؟ كان معايا الوزير بس بيبارك لهاني وبيبارك للابطال اللي موجودين معانا النهارده. شيء يعني محترم اكيد من سياده الوزير، وده الدعم المعنوي اللي احنا دايما بننتظره، وابطالنا اكيد بيبقوا محتاجينه. انا عايزه اروح مع حضرتك بس عشان ما اطولش عليكم لابراهيم حماتو، وفكره هنا حتى بعد خروجه، ولكن بارالمبياد طوكيو يعني 2020 اشادت بهذا البطل المصري اللي كان لما بيلعب العالم كله بيجي يصور. ف يعني ومش بس فكرة ان هو بطل استثنائي، هو روح استثنائية. معلش انا عايزة نتكلم عنه شوية دكتور عمرو. والله فعلا موضوع ابراهيم حمادته فعلا يعني كان كلنا كشعب مصري مبسوطين، لان هو كان الوحيد في الدورة البارالمبية في طوكيو لما كان بيلعب، كان الوحيد اللي بيلعب على الترابيزة الرئيسية، وجميع القنوات والصحف العالمية والاجنبية. وبقول لحضرتك انجاز ما حصلش، ان هو قهر العالم طبعا. انت عارفه بيلعب بوكو، يعني يمكن هو الوحيد في العالم اللي بيلعب بوكو، فده اعتبروه انجاز ليهم ومرشحينه لجائزه ملهم لرياضات الاعاقه في العالم اجمع. فده شرف لكل المصريين. طبعا. كنا سعداء جدا. طبعا. هذا اللي حصل يعني بالنسبه لابراهيم حماده. رائع جدا، مرة تانية بنبارك لك أنا وكريم، لو عايز توجه لهم لا كل التهاني، أنا يعني ما عنديش غير التهاني. حاجة مشرفة فعلا. يعني حضراتكم الحقيقة أسعدتونا كالعادة. بنشكركم يعني والله. احنا اللي بنشكر حضرتك وبنتمنى لك المزيد من التوفيق، ولكل القائمين على البعثة المحترمة المشرفة، بعثة الأبطال المصريين. صباح الفل على حضرتك يا فندم، والحقيقة حاجة مشرفة جدا، وتجدر التحية لطبعا وزارة الشباب والرياضة بشكل كامل، أكيد متمثلة في السيد وزير الشباب والرياضة وكل من هو مهتم بهذا الملف، ملف اللاعبين البارالمبيين المصريين.